تم في منتصف نهار الأحد إعادة فتح الطريق المؤدي إلى بن عكنون قبالة حديقة الحيوانات والتسلية بعد حادثة الانهيار الذي شهده جزء منه ليلة الجمعة الماضي بسقوط عدد من السيارات داخل الحفرة أدت إلى سقوط جرحى دون تسجيل وفيات. بعدها أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا مروريا استعجاليا سمح بتجاوز الظرف وتخفيف الاختناق المروري لمدة أقل من 48 ساعة بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية ليلا ونهارا. وأكد مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة السيد أعمر العروم أن تشكيلات الشرطة المرور شرعت مباشرة في تنفيذ مخطط مروري استعجالي حيث عزز بفرق راجلة وكاد دراجين بالإضافة لاستخدام طائرتين مروحيتين وعتاد من أجل فك الاختناق المروري وتسهيل السيولة المرورية بتحويلها إلى وجهات محادية. وأضاف أنه تم تدعيم التشكيل بالوحدة الجوية للأمن الوطني تتكفل بعملية استطلاع شاملة تسمح بتحديد النقاط التي تشهد اختناقا مروريا كبيرا بواسطة بث صور مباشرة لغرفة العمليات لاتخاذ القرارات اللازمة. وتم بمركز القيادة والسيطرة إعطاء إشارة وضع حيز الخدمة للخط الأخضر 104 من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وذلك تفعيلا للمخطط الوطني للإنذار باختفاء أو اختطاف الأطفال الرامي إلى تقديم النجدة للضحية. أولا نهنئ المديرية العامة للأمن الوطني على المبادرة هذه وعلى هذا البناء المتين في منظومة حماية الأطفال وأكثر من ذلك حماية حياة الأطفال من الاختفاء والاختطاف. رقم 104 متخصص في هذه القضايا نظن قفزة نوعية في هذه المنظومة وفي مسيرة حقوق الأطفال. أولا راح تخلينا نوصل إلى الضحية قبل وقوع أي كارثة، تسيير الملف في وقته قبل ضياع الوقت، وأكثر من ذلك راح نرفع من مستوى اليقظة وثقافة التبليغ عند المواطن الجزائري. فلهذا نداءنا أنه كل الفاعلين يقتدوا بهذا التجربة وبهذا الخطوة حتى تصبح المسؤولية مشتركة مع كل فاعلين، لأنه القضية ما هيش قضية أمن وطني وإنما كذلك هيئات أخرى ومنظومة اجتماعية وجمعيات لازم يكون عندهم دور. فاحنا ننتظر انه يكون هناك قانون ليزيد ينظم هذا المخطط تاع الانذار والتبليغ. فهنيئا لاطفال الجزائر بهذا الانجاز. اولا هو رقم سهل 104 في متناول الاطفال وراح نعزز ثقافه الطفل في الحمايه الذاتيه عن طريق الاتصال والتبليغ على اي محاولات اختطاف او ابتزاز او ضغط ممكن يعيشه داخل الاسره ولا خارج الاسره. فمصالح الامن راح تكون اقرب اليه في التدخل ووضعه خارج دائرة الخطر وأكثر من ذلك حمايته حماية حياته من أي محاولات لممكن تؤدي به إلى وضعية نأسف لها في المستقبل. فنظن باللي اليوم مهم جدا هذا الخط اللي راح نفتخر به وراح يبنى إلى أجيال، ماشي قضية فقط رد فعل على واقع عشناه منذ 2011 إلى يومنا هذا. احنا نحتفل اليوم بالاتفاقية الدولية وبحقوق الطفل. الجزائر خطوات كبيرة، لازم نحافظ على الإنجازات ونعالج واقعنا، ولأن مستقبل 14 مليون طفل بين أيدينا، فلهذا لازم نبني للمستقبل. ويأتي هذا الإنجاز الجديد وفقا لما جاء في كلمة السيد لواء عبد الغاني الهامل قرأها نيابة عنه رئيس خلية الاتصال والصحافة أعمر العروم، خدمة للمواطنين لإفشال أي محاولة للمساس أو الإضرار بالأطفال في الجزائر ويساهم في إعادتهم لأهاليهم سالمين. تم الإطلاق الرسمي بحضور جميع الشركاء للرقم الأخضر الجديد الرقم 104 وهو رقم يدعم الرقم 1548 ورقم 17 النجدة وكذلك مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وروابط الإنترنت. وهذا الرقم هو مخصص لدعم مخطط الإنذار باختفاء أو اختطاف الأطفال، والرقم أيضا يساهم في البحث عن المختفين من الفئات المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
إذن تكون نجاعة هذا الرقم تكمن في ثقافة التبليغ التي لابد أن يتحلى بها المواطن، فالمواطن يبقى هو الشريك الأساسي في الوصول وتحديد مكان المختفي أو المختطف، لأن شهادته تلعب دور كبير. ونقول أن المديرية العامة للأمن الوطني مع مختلف الشركاء وضعت كل آليات التواصل الممكنة، فالرقم الأخضر هو رقم متكون من 3 أرقام وسهل المنال وموجود على هاتف المحمول والنقال. إذا نشوفوا بأن الوسيلة موجودة وسهلة جدا، فما يبقى على المواطن إلا التبليغ ونحن في الخدمة. اليوم لاحظتوا الإطلاق الرسمي للرقم الأخضر المجاني المخصص لتفعيل مخطط الإنذار الخاص باختفاء أو اختطاف الأطفال. في الحقيقة هذا الرقم هو رقم لا يلغي الرقم 1548، بل جاء تدعيما له للمجهودات المديرية العامة للمواطني. بناء تعليمات السيد اللواء المدير العام للمواطني، الرقم 1548 هو لأخذ الانشغالات المواطنين، الانشغالات المعهودة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع اختفاء الأطفال، المديرية العامة للمواطني وضعت خط موازي اللي هو خط 104 مجاني، يتمكن به المواطن سواء يدلي بشهادات في الاختفاء او يعني ليقوم بالاتصال في حاله ما ثبت فيه اختفاء للاطفال او عمليه اختطاف للاطفال. هذا الرقم هو كما قلت هو رقم مجاني، يكون في متناول المواطنين مهما تكون الشريحه نتاعو المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال أو الهاتف الثابت، فإن كل متصل موجود في ولاية معينة فإن الاتصال تاعو يقع في المكتب مخصص لهذا الغرض على مستوى الأمن الولاية المختص إقليميا. معناتها كل ولاية عندنا إمبريغاد تما وين لي زابيل تيليفونيك كاع تما يروحوا لابوتيسمون تاعو يكون على مستوى هذه الفرقة. عندما يصل هذا النداء بعد اختار وكيل الجمهورية ومباشرة التحرية المديرية العامة للمواطني تأخذ الإجراءات اللازمة، بداية أولا يديروا أن برودكاست ستادير نشر ستادير نبدأ بإنجاز برقيات على كامل التراب الوطني، يعني باستعمال الشبكة الداخلية للاتصالات للمديرية العامة للمواطني لمنع يعني خاصة لبوست فرونتالي لمنع أي محاولة إخراج هذا الطفل من التراب الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة. أيضا متواجدين بالآليات التقنية الموضوعة، أيضا هو استغلال الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للمواطني وكذلك شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر الخاصين بالمديرية العامة للمواطني. يعني نقول لك هذا المخطط الإنذار هذايا موضوع تحت يعني مخطط قاع أو أي قضية هي موضوعة تحت وكيل الجمهورية، ويساعدوه مختلف القطاعات باش ما نقولوش القضية وقعت في قطاع اختصاص الدرك الوطني الشرطة خلاص ما دخلهاش. انهينا مع هذه القضية هذه. احنا المجتمع تاعنا كيما نقولوا يقول لك انا خاطيني، نعم، بصح الاب هذاك يعني تكون عنده يعني ثقافة. نطلب هنا مساهمة المواطن هذا، نطلبها يعني لا كيزي لي شاب على حاجة، يعني هو شريك أساسي، شركة أساسية في هذه القضية. كيفاش تمكننا زعما مثلا في قسم طينا باش نعرفوا الجونات تاع الصغار هذوك الزول؟ بلغ عليهم واحد وتعرف على السيد اللي رمى الحقيبة ومن بعد يعني هذا اللي تفيدك. أنت عندك في الجزائر العاصمة عندك أكثر من مليون ولا كفايته المليون زائر كل يوم. واحد يجي يخطف لك من المسيد هكذا واحد وبعد تسيبه في الولايه الاخرى، علاش المخطط الانذار ياخذ اول اجراء ياخذه ضابط شرطه قضائيه هي نشر شبكه الوسمو على مستوى كافه الحدود الوطنيه، نصب اللي انا الشخص هذا ولا تعرفنا على الجاني اللي اختطف هذا كذلك يعلن على اسمه وما يقدرش يغادر التراب الوطني. احنا هذا الرقم ماهوش موجود في قاعة الإرسال تاع الولايات، موجود في مكاتب التابعة لحماية الأحداث اللي سميناهم دوكا يعني لي بريغاد دي بيرسون فولنيراب. واش نقصدوا بهم؟ فئات الهشة، ما تخص بك، تخص الطفلة، لا فام، الطفل الصغير،
العجوز، يعني حتى المسنين اللي ظلوا الطريق، احنا مسؤولين.